وقد تظن أنه السحر نوع واحد، قال لا، أنواع السحر أنواع، وأراد أن يبين لك أن السحر أنواع، قراءة كف، فنجان، تنوين مغناطيسي، برمجة عصبية، وأشياء كثيرة. نعم، بعده قال إن من البيان إلى سحرة، الساحر تكلم بكلام معسول. هذا راح للساحر قال إنا لله إنا إليه راجعون. لا لا والله أنت لازم تلتجئ إلى الله صلى الله على نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قاعد تعال توضأ يا ولدي، وعنده بول يتوضأ منه، وخلي هذا يتوضأ منه. قال صل القبلة، القبلة هنا. قال أنت مريض مسكين، هذا القبلة، القبلة هنا، قبلة الشيطان. وقال لازم ما تصلي. ها أنا مريض. قال لي مريض معذور، ما تصلي وتاكل، ما تسمي وما تغتسل من الجنابة. ليش؟ حتى تأتيك الشياطين، يصير شيطان. هذه من علامات الساحر، العقد مع النفس. يكتب أباجات حروف، لأنه يكتب له بسم الله الرحمن الرحيم ألف، قل هو الله أحد باء، الله الصمد سين، وهذا يضم قرآن. قرآن الأحرف هذه يعني كفر بما تقدم. وعطيه الوراق هذا وقال خليها معك خلاص، كتابة أباجات، النظر في النجوم، قراءة الكف، الفنجان، هذه كلها من علامات الساحر. يسأل عن اسم الأم، وقد يطلب أموال وقد لا يطلب، لكن يطلب منه شيء يعجز عنه. والمرض خطير، ونحتاج حتى نفك السحر فار أعمى. فأنا أجيب فار أعمى، أنا فار مبصر ما أستطيع أجيب. قال عندي من يأتي به من أفريقيا، أو قرد يتيم. قرد يتيم، كيف أجيب قرد يتيم؟ قال عندي، مفهوم؟ يعني أشياء تعجز عنها حتى يأخذ أموال. سحروا أعين الناس واسترخوا. الساحر يجعلك تتعلق به لا بالله، وهذا عند بعض الرقاة اليوم. قال ترى أنا غير مسؤول عنك بعد 3 أيام، وانت ربي